عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. بصوا بقى، انا ما كنتش في البيت النهارده، بقالي يومين مش في البيت وكده، كنت بره وقلت بقى ايه، روحت بالليل وما فيش عشاء طبعا، فقلت اسرع حاجه هتتعمل هي الكبده المرده. طبعا طلبت مني من ناس كتير جدا، كانوا عايزيني ان انا اعمل لهم الكبده المرده، سهلة جدا وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. فانا قلت هعملها غدا، يعني عشاء سريع كده، مش هياخد وقت طبعا ومش هيكلفني كتير. طلعت بقى الكيس الكبدة من الفريزر، طبعا الكبدة انا جايباها شرايح بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين اهو، شرايح كده اهو، قايلة الجزار ان هو يقطعها لي شرايح. نظفتها وغسلتها وشلت منها الجلدة اللي هي بتبقى على الحروف دي، عشان طبعا الزفارة وعشان خاطر ما تديش تتعوج وانا بعملها في الزيت وكده. دي كانت اول حاجة، الكبدة نص كيلو كبدة شرايح. والاساسي طبعا معانا هيبقى الردة زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى الحاجات اللي هتدي لها تحبيشة وطعم حلو. معايا هنا بصلاية مبشورة خالص، يعني بصوا مبشورة صغنن كده، مش عايزاه يبان خالص علشان مش عايزاه يظهر في القلي واحنا بنقليها. ومعايا هنا توم، توم مهروس او مفروم او متقطع حسب اللي عندك. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة من ملح، نص معلقة من التوابل اللحمة، ومعايا معلقة من السبع بهارات، ومعلقه من الفلفل الاسمر. هو نص هنا، قصدي معلقه من سبع بهارات ومعلقه من الفلفل الاسمر، ومعايا طبعا هنا الخل. تعالوا نحط كل الحاجات دي في الكبده عشان نتبلها. بتقعد في التتبيله حوالي ساعتين. طبعا انا عشان لسه راجعه متاخر وكده ومفيش عشاء نتعشى وكده، فانا قلت ايه، هعملها على طول وهقعد بس حوالي 10 دقايق كده في التتبيله وخلاص. نزلت اول حاجه هنا البصل المفروم، هنزل تاني بالثوم علشان خاطر يديني طعم ليه اهو، هنزل بالبهارات اللي معايا كلها بسم الله. لو انت عندك ليمون ممكن برضو تتبليها بليمون، هتبقى تحفة، بس انا مش متوفر عندي اهو. هنزل عليها كده بايه، بحبة خل حلوين، لان زي ما انتوا عارفين ان الخل بيقتل كمان الزفارة. هنعمل ايه بقى؟ شايفين كل التتبيلة دي، هبعكها بالكبدة كويس اهي، بتبقى ريحتها جميلة قوي، والليمون كمان لو كان موجود كان هيديله طعم وريحة تحفة اهو. ممكن تسيبيها من قبلها بيوم حتى في التتبيلة، هتبقى طعمها برضو جميل جدا وطعمها هيبقى واخد من طعم التتبيلة دي. هسيبها بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة على عقبال بس ما احضر السندوتشات اللي انا هحطها فيها وكده. وبعد كده هحطها في الردة وهقليها، هي سهلة جدا جدا ما بتاخدش وقت خالص. انا كده قلبتها كويس جدا في التتبيله دي زي ما انتم شايفين اهي، هسيبها بقى براحتها، هي كمان ريحتها بدات تظهر، هسيبها براحتها زي ما قلت لكم من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، وبعد كده هنزلها في الرضع عبال محضر حاجه السندوتشات. رجعت لكم تاني بعد ما الكبده سبتها حوالي ربع ساعه بالظبط. جيت بقى قلت هوريها لكم بعمل ايه. باخد الكبده كده بنفضها من اي حاجه فيها وبحطها برضو في الردة كده اهو. في ناس يا جماعة بتعملها بالبيض والبصمات، بتبقى جميلة جدا برضو، بس انا حابة النهاردة اعملها لكم بالردة كده. بصوا بقى انا بنفضها خالص اهو وبحطها في طبق تاني كده مع نفسه اهو. هعمل معاكم اتنين تانيين اهو، بصوا متقطعة شرايح خالص، متشال منها كل الجلدة اهي، هحطها بقى في الردة هنا اهو. شايفين اهو، بنفضها خالص كده وبرجع احطها في الطبق ده كده.
اهو. طبعا يا بنات انا مطعمه الكبده بتاعتي، فمش محتاجه اي حاجه تاني خلاص في الرده اهي. هكمل بقى الباقي وهوري لكم وانا بقليها اهو. بخلص الكميه كلها وبقليها كلها مره واحده اهو يا بنات. رجعت لكم تاني. انا بقى عندي هنا طاسه على النار حطيت فيها زيت، مش لازم يكون الزيت نظيف، ممكن تكوني استخدمتي زيت قبل كده عادي، ممكن تكوني حمرتي فيه بطاطس مش هيأثر يعني. اكيد احنا مش هنعمل زيت مره واحده ونقلي فيه ونرميه، لان كده كده الكبده معانا هتوقع رده فهتبهدل الزيت طبعا. معايا هنا طاسه على النار فيها زيت مقدوح كويس جدا، لازم يكون سخن كويس. هنزل بقى بشريحة الكبدة بسم الله اهو، لازم يكون مقدوح كويس جدا اهو. ما بتاخدش وقت خالص يا بنات. زي ما انتم شايفين كده هي بدأت اصلا تستوي معايا. اهو انا بس حابة اوريكم ان هي بدأت تجمد اهي. بدأت تجمد ازاي بصوا، فانا سايباها بقى لغاية ما تستوي علشان مش هينفع اطلعها وهي طرية كده. رجعت لكم يا بنات. بصوا هي ما خدتش بالظبط 5 دقايق يعني دقيقتين، والله 5 دقايق ايه. بصوا بطلعها بقى خلاص هي كده استوت اهو. معايا هنا مناديل مطبخ، لازم تكون يا بنات لونها حلو كده فاتح ما تتحرقش معاكي اهي. ريحتها تحفة بجد. بصوا شكلها اهي، بطلع على كده خلاص. بصوا هبتدي انزل بالجزء التاني دي، بقلبها بس كده عشان تاخد سوا كده خفيف من تحت اهي. خلاص انا كده طلعت كله، هنزل بالتاني اهو بسم الله. النار يا بنات لازم تبقى عاليه، ما ينفعش ان انا اوطي النار عليها، هي كده كده الكبده اصلا ما بتاخدش سوا خالص اهو. طبعا انا اللي بصور فمش عارفه اتحكم كويس اهي. هسيبها بقى تستوي خالص وهوريها لكم بعد ما تطلع كلها. لكم تاني بعد ما طلعت الكبده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا انا سايبها لكم زي ما هي، عايزه بس ابين لكم عن قرب كده. شايفين شكلها تحفه وجميله والرده ثابته فيها ازاي، ولا وقعت ولا اي حاجه. تعالوا بقى نعملها سندوتشات زي اللي بنشتريها من بره كده. عملت هنا سلطه طحينه، الطحينه دي انا كنت عاملاها برده في البيت، وانا عملت بقى السلطه كده اهي زي ما انتم شايفين. عملت هنا بصلايه قطعتها وحطيت عليها فلفل اسمر وملح، وعندي هنا طماطم مقطعه وحاطه فيها ملح وخل بس، وطبعا العيش. لو عندكم جرجير ومتوفر عندكم اكيد طبعا هيبقى فيه جرجير ويبقى حلو قوي، بس انا بقى مروحه بالليل وكده فما عنديش جرجير اهو. تعالوا بقى نتني رغيف كده زي ما بنتنيه كده ونشتري من بره. احلى اكله دي ولا ايه؟ بصوا بجد اكله جميله جدا وسريعه ما خدتش وقت مني خالص. بصوا انا تنيت الرغيف ازاي اهو، زي اللي بنشتريه كده من بره بالظبط. تعالوا بقى نحط شويه بصل كده اهو، مش كتير يعني عشان انا ما بيحبش البصل برضو اهو، يديله بس طعم كده. هنحط كمان كبده اهو،
عايزه احط حته صغنونه كده في الحته اللي على جنب دي اهي اهو. بص الطماطم هنزل بقى بالكلام ده كله عليه طحينه اهو. زي ما انتوا شايفين كده هروح واحطه في طبق بقى، اجيب لكم طبق التقديم طبعا. اهو يا بنات انا حطيته في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ جميل جدا. تعالوا نعمل مع بعض واحد تاني اهو. بسم الله اهو. كبده حط حوالي شريحتين مثلا اهو. كبده حلو كده. هنزل بقى من هنا كده بالبصل وبرده شريحتين من الطماطم اهو. هنزل عليهم بسلطه الطحينه جوه كده. بصوا حركات بقى طبعا الطحينه زياده اهو. هحطه برده في طبق التقديم التاني اهو. هخلص بقى كله هوريكم في الاخر برده. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الطبق بتاعي الجميل ده اهو، سندوتشات الكبده. شايفين شكلها ومنظرها جميل جدا وسريعه وما خدتش وقت خالص. قدمت معاها سلطه طحينه ومخلل. ممكن تقدميها باي طريقه تانية، بالجرجير، ممكن تاكلوها كده من غير سندوتشات. الطريقه اللي انتوا بتحبوها، اي حاجه هتنفع معاهم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا باي باي.